بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال واحد التمرين كتاب المدرسي الذي علاقة له علاقة بمعادلة مستقيم، إذن ليكن مستقيم تي الذي معادلته إيكغي كتساوي ناقص خمسة إكس زائد واحد. أولا حدد معادلة مستقيم دلتا الذي أكتبه عند الأصل هو تلاتة ويوازي مستقيم تي. ثانيا حدد معادلة مستقيم دلتا بريم العمودي على مستقيم تي والذي أكتبه عند الأصل هو ناقص اثنين. غادي نبدأ بالسؤال الأول. لدينا المستقيم دلتا يوازي مستقيم تي، إذا مطلوب منا حدود معادلة مستقيم دلتا. إذا كان مستقيم تي ودلتا متوازيان، يعني أن مستقيم دلتا ودي لهما نفس الميل. ولدينا معادلة المستقيم دي هي إيكغيك تساوي ناقص خمسة إكس زائد واحد، يعني أن ميل المستقيم تي هو ناقص خمسة، يعني العدد اللي يكون مع إكس. ومنه ميل المستقيم دلتا هو ناقص خمسة. إذن المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا هي إيكغريك تساوي ناقص خمسة إكس زائد بي. بي هو الأرتوب عند الأصل، هنا محددين قالك الذي أرتوب عند الأصل هو ثلاثة. بما أن الأرتوب عند الأصل هو ثلاثة، فإن المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا هي y تساوي ناقص خمسة x زائد ثلاثة. السؤال الثاني، لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا بريم. هنا لدينا مستقيم دلتا بريم عمودي على المستقيم دي، يعني أن جداء ميليهما يساوي ناقص واحد. إذا لخدينا الميل ديال ليكون مثلا إم ميل مستقيم دلتا بريم، والميل ديال مستقيم تي ولدينا ناقص خمسة ميل المستقيم دي. إذا إم ضارب ناقص خمسة يساوي ناقص واحد. إذا نختتلو نقسمو على خمسة، الطرف الأخر نقسمو على خمسة، الطرف الأول نقسمو على خمسة، ناقص خمسة تساوي ناقص واحد على ناقص خمسة، نختتلو بها. إذا إم كتساوي واحد على خمسة. إذا المعادلة المختصرة المستقيم دلتا بريم هي إيكغريك تساوي واحد على خمسة إكس زائد في بريم. في بريم هو الأرتوب عند الأصل، الأرتوب عند الأصل تولينا اللي هو ناقص اثنان. وبما أن الأرتوب عند الأصل يساوي ناقص اثنان، فإن المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا بريم هي إيكغريك تساوي واحد على خمسة إكس ناقص اثنان. بعد أن سرينا التصحيح ديال هذا التمرين، إن جوج الخاصيات المهمين هو إذا كان مستقيمان متوازيان فكيكون عندهم نفس الميل، وإذا كان مستقيما متعمدا فكيكون جداء ميلهما كيساوي ناقص واحد. بعد أن سرينا التصحيح ديال هذا التمرين، السلام عليكم ورحمة الله.